صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 88 لسنة 2024 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: يعين سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة. المادة الثانية: يعين عضوا في المجلس الأعلى للبيئة كل من سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائبا للرئيس، وزير شؤون البلديات والزراعة، وزير النفط والبيئة، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الأشغال، وزير شؤون الكهرباء والماء، وزير الصحة، وزير الصناعة والتجارة، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.